السلام عليكم. بعد غياب رجعنا لكم بطبق ديال الضيافة أو طبق ديال الأعياد، اللي هو الحمام باللوز. اللوز يعني ماشي معسل، ولكن غادي تشوفوا الطريقة باش غادي نطيبه. أنا هذا الطبق درته في العيد، اللي هو الحمام. ضروري كنغسلوه مزيان بالماء والخل وسكينجبير وشوية الملحة باش كتحيد منه هذيك الزفورة. التوابل اللي غادي نحتاج ليها هي معلقه كبيره ديال الخرقوم، نص معلقه كبيره ديال البزار، معلقه كبيره ديال السكينجبير، الملحه على حسب الذوق، واحد المعلقه ديال السمن الحار. غادي نحتاج كذلك هذا الحمض المصير، او الا ما عندكمش ديروا الحمض العادي، حيت غادي نحتاجوا ديك البابه ديالو لداخل باش نخلطها مع الشرميله ديال الحمام. عندي هنا البصله تقريبا واحد 300 غرام، غادي نشلضها، قبيطه ديال المعدنوس، جوج دريسات ديال الثومه، زيت الزيتون او زيت المائده، واللوز طبعا اللي سلقناه وفسخناه. البصله راني شلطتها، عندي درت دوزتها في الهشواغ، شلطتها مزيان الثومه من بعد ما عصرتها، السمن الحار، التوابل ديالنا كلها نزيدوها. هذا الحمض المصير اشنو انا كندير ليه؟ كنحيد هذه اللبابه كلها، غادي نحيد العظام ونهزل اللبابه ديالو. راه خدت بعين الاعتبار الملحه ديال الحمض المصير، درت الملحه شويه قليله لان هذا الحمض المصير عرفتو بانه مالح بزاف. حتى هذاك الماء ديال الحمض كنزيدو، الماء ديال الحمض المصير راه كيجي بنين، كيعلك لينا التخليطه ديالنا. زيت البلديه غادي ندير واحد 4 كاس، كاس العنبه طبعا، واحد المكون مهم غادي نزيدو اللي هو الزعفران الحر، ولكن خليه حتى غادي حتى نحمرو ونزيدو من فوق هادو الحمامات ديالنا. نخلط كل شيء. الربيع ما بغيتش نديرو مقطع، غادي نحطو ربيطه مع الحمام يطيب معاه. بسم الله، غادي نحاول نشرملو من الداخل. نخلي الشرميله مزيان بين الجلده، نحكو مزيان بالترميله ديالنا باش يتبنن. ندوز الحمام كلشي بهذه الطريقه ونرجع لكم. انتما كلشي شرملت حميمات ديالي وحطيت الشرموله اللي بقات من الفوق، زدت واحد شويه ديال الزيت، الربيطه ديال الربيع، المعدنوس، غادي نحطها فوق العافيه. الطنجره راني حطيتها فوق العافيه، ما تحتاجش تشحر، انا كنزيد لها الماء من الاول، بالحق ما كنديرش الماء كثير لانني غادي نطيبها على المال. تقريبا شي 2 كيسان ديال الماء اللي زدت، غادي نغطيها حتى تبدا تغلى ونرجع لكم باش نكملوا تتمه الطبخه ديالنا. ملي تبدا تسخن الطنجره غادي نحط واحد شويه الزعفران، القياس اللي بغيتو. انا كنحطو هنا باش ييبس ويجيني ساهل نحكو وكيتفرتت بسهوله باش نزيدوه في الطنجره. ثم من بعد ما بدات كتغلى الطنجره غادي نحك هذا الزعفران، شتو كيتحك بسهوله. غادي تقولوا لي علاش درت في الواجهه في الفوق وحطيت الحمام على ظهره، حيت حنا عندنا فكره خاطئه اننا كنحطوا الصدر هو الاول لتحت، بالعكس الصدر كيبغي يطيب على المهل ويضربوا البق وغادي يطيب لينا وبلا ما ينشف وما يبثش لينا يتصح. هذه هي الطريقه الصحيحه اللي كيديروا الطباخ المحترفين، انهم كيحطوا على ظهره. دابا غادي اللوز اللي فسوخ ومغسول،
غادي نزيدو عليه، بغيتو يطيب من الاول. انا هاد اللوز غادي نديرو يطيب بحال الخضره، كيطيب في المرقه وكيولي رطب بحال الزبده، صافي كيولي زبده. الكميه اللي بغيتو ديال اللوز، من الاحسن يكون اللوز شويه كبير البلدي، كيكون زوين ويبان ليكم. غادي نخليوه يطيب الحمام على المهل، ولا جاكم خاصو طياب او نقص الماء ممكن تزيدو، لان كيبقى على حسب الحمام واش شريتوه كبير ولا صغير، حيت هو الا كان كبير بزاف كيكون شويه عاصي وما كيطيبش دغيا. غادي نغطي الطنجره ونخليها طيب على خاطرها الوقت اللي كفيها، ماشي وقت معين، الوقت اللي كفيها. ودائما على المهل، انا كيعجبني الطبخ يطيب على المهل بحال الا طيبته فوق الفخر. يلا نرجع لكم من بعد. من بعد ما خليت الطنجره كطيب اللي فيها الحمام، دابا غادي نصوب هذيك التغميره اللي غادي ندير من الفوق. انا هنا قطعت القنصه والقلب، الكبده غادي نخليها حتى الاخر، لان دغيا كطيب ولا طابت بزاف كتجي قاصحه وكتجي مره وما بنيناش. عندي هنا بصله متوسطه قطعتها نتوما شلطتها، جوج دريسات ديال الثومه، غادي ندير نزيد الملح الكافيه، غاديش ندير بزاف لانني غادي نزيد الحامض، شويه د البزار. او زدت كوبيه كثير، ماشي مشكل. شويه د سكين الخرقوم، خرقوم البلدي طبعا، سكينجبير، زيت البلدية أو زيت المائدة. شعلت ليه العافية، غادي نخليه يبدا يتشحر في الأول باش القنصة تبنن ليا، راه القنصة كتكون قاصحة ما كتبغيش طيب دغيا. غادي نزيد ليهم الماء وغادي نخليهم يطيبوا. أنا غادي نزيد مكونات أخرى من بعد، طبطب شوية القنصة عاد نكملو الطبخة ديال هذه التغميرة. ضروري مرة نطلع على الحميمات، أنا غطيتها بالسلوفان باش بحال إلا درتها في الطنجرة بالضغط كيكون سخون طول البال، كيطلع البخار بواحد الحدة. أنا غير كنحركو، أنا كنبغي نتحازهم من بلاصتهم باش نتاكد بانهم ما لصقوش ليا، راه باقي قاصحي انتما. البخار كيغطي ليا الكاميرا، غادي نعاود نغطيهم بالسلوفان ونخليهم يكملوا الطياب ديالهم. دابا طابت لينا القنصة والبصلة، نزيد الكبدة باش تبقى غير تشحر وتنشف لنا، نزيد الحامض المصير، هادو اللي زيت منهم البابا، وحدة باقي بالبابا ديالها، ونخليهم. غادي نزيد واحد المكون، أنا كنزيد القزبرة والمعدنوس، كتكون شوية بكمية شوية كثيرة، كنخليه حتى الاخر باش يبقى المذاق ديالو والبنة ديالو. دابا خصها غير يتشحر وينشف لينا، صافي. غادي نزيد واحد شوية ديال السمن الحر ونخليه يعقد لينا باش يجي ديك التغميرة تقيلة وواقفة. هانتوما الحمام ديالنا طاب، حتى الا ما بغاش يطيب لكم في الطنجره العاديه ديروها في الطنجره ديال الضغط. انا غادي نهز الحمامات من الطنجره ونخلي المرق يتقال ويكح يولي ثقيل ومدغمر مزيان، وندوزو للتقديم من بعد. هانتوما شفتوا اللوز والتغميره، اللوز ولا كيذوب خصو يطيب حتى يولي دايب، كيذوب بحال كيف كتكون طابت اللوبيا. انت عشاف وهاد الشيء تعايش هي مدام هاد الشيء الغدا ديال العيد. ياه اطلتي فين هاد النهار ديال العيد؟
هو العيد كنبغيو نديرو فيه اكله سبيسيال هي مشكلة تعجبك هاد النظام وكلة مميزة هاديك شي شعلوات دايزهم الكلام أنا غير تفكرت داك النهار اللي قلتي لي الحمام بغيتي تشري تفكرت هاد الأكلة وعدت شحال هادي باش وعدتهم أنني غادي نقول لهم هاد الأكلة ديال الحمام باللوز وليني ما حلواش ما حلواش وما حرش لا دلل لك الحرة سيدي عرفتي مريقة واقفة تتكون ايوا هانتوما ما ترددوش حضروا هذا الطبق ديال الحمام باللوز راه يجي حتى طبق ضيافة ديروا لضيافكم وطبق ديال العيد كيجي مميز راه ضروري غادي يبغوا يذوقوا هز شويه ديال اللوز وشوف كيفاش دابا باش يشوفوا المشاهدين ديالنا يشوفوا بعد اللي كنقول لهم انهم كيذوب بحال تيكون طايب داخلو الطيب طيب نهز غير اللوز ما نهزش الحمام ها لا لا هز اسيدي كلشي ديالك كلشي ديالك اسيدي بسم الله هاد اللوز تيولي رطاب هانتا بلاتي غادي اجي زميليا باش يشوفوا الناس شتو كي داير صافي هانتوما شتو شتو كي دار اللوز كيولي اللوز كيرطب يعني كيتمعس كليتها واو بنينه بلاتي دابا غادي نمسحو ونقادو الطبق ديالنا بس ونرجع لكم هانتوما الطبق ديالنا ديال الحمام باللوز مالح هانتوما كيجا اللي كيشاهدنا اول مره يشترك في القناه ينقر على الجرس يوصل الجديد حطوا اعجاب حطوا تعليقات ديالكم هانتوما راه نسيت هاد الدغميره ها هي شتو كي دايره عندنا شفو هذيك هي كلشي عقده ضروري غادي نزيدوها غادي نحطها هنا في الوسط هذه هي اللي فيها ذوك القوانص وفيها ايه نديرو فيها ذوك القوانص والكبده ديال الدجاج او ديال الحمام هنا المره غادي نحطها هنا في الوسط باش نخلي اللوز يبان دابا عاد غادي نقول لكم الصحه والراحه بلاتي نكملوا وما راه زربانين مهوي طنطو داكشي علاش زربوني بغيت نحط لهم دغيا الغدا الصحه والراحه